تعرب وزاره الخارجيه عن تاييد مملكه البحرين لاجراءات حفظ الامن والسلم الاهلي والنظام العام في الجمهوريه الفرنسيه الصديقه داعيه الى ضروره خفض التصعيد والتهدئه واحترام قوانين البلاد وتؤكد وزاره الخارجيه ثقه مملكه البحرين في قدره فرنسا على تجاوز تلك الاحداث وحرص الحكومه الفرنسيه على تطبيق العداله على الجميع وفق القوانين المعتمده